الأطفال اللي بيدخلوا المدارس لأول مرة نمرة واحد محتاجين قياس نظر عشان نبقى متأكدين إن هما بيشوفوا كويس، مش محتاجين نظارة. نمرة اتنين محتاجين نخلص أي تطعيمات كانت ناقصاهم. متنسوش إن في تطعيم الجدير المائي بيتاخد عند سن 4 سنوات الجرعة التانية بتاعته، وده تطعيم بره الصحة. ما تنسيش الأنيميا، الأنيميا بتعطل أطفالنا جدا في الدراسة، بتعطل تركيزهم، بتخليه كسول مش قادر يلعب مع أصحابه حتى في البريك. مهما تحاولي معاه عشان يخلص واجباته ما بيبقاش قادر. فلو سمحتي حللي انيميا لو حاسه ان ابنك بينهج، نشاطه قليل، مصدع، ما بياكلش خالص، رافض الاكل بشكل كبير جدا، دي علامه مهمه جدا. تركيزه قليل جدا جدا، حللي وريحيه عشان هو في فتره نمو. فيعني عارفه الحاجات البسيطه دي هتفرق جدا في ان هو يتصلب كويس قوي. الاطفال اللي ما بتاكلش خضار وفاكهه خالص، انت ممكن لمده شهرين او ثلاثه بس، مش كتير، بعد كده نرجع لاكلنا الصحي. شهرين او ثلاثة لغاية ما احاول اعوده على الخضار والفاكهة اكتر واكتر، اديله بس مثلا مالتي فيتامين او حاجة. يا سلام لو حاجة فيها اوميجا 3 تبقى حلوة جدا لمناعتهم بالذات مع دخلة الشتاء. بس ما كسلش بقى في الفترة دي، احاول اعلمه ياكل خضار وفاكهة على قد ما اقدر. الاطفال اللي تحت 5 سنوات محتاجين جرعة وقائية من فيتامين الف، مش المفروض ننساها. الاطفال اقعدوا معاهم قبل دخول المدرسة بشوية، وانا اولكم بحاول اقعد مع بنتي. علموهم انه الجمال ملوش اي علاقة بانتي رفيعة ولا تخينة، بيضة ولا سمرة، شعرك كيرلي ولا شعرك مفرود. الجمال ده شيء نسبي جدا. الدور الحقيقي لجسمك هو احلى حاجة فيه ان هو شايل روحك الحلوة من مكان لمكان، واحلى حاجة فيكي قلبك. المدرسة لما تروحيها هتلاقي فيها أطفال كتير، في منهم اللي عنده شنطة غالية جدا، في منهم اللي عنده شنطة بتاعت السنة اللي فاتت أو أخوه الأكبر منه، في منهم اللي جايب شنطة مقطعة. احنا مش رايحين المدرسة نتسابق، احنا رايحين المدرسة نتعلم، ننبسط، نلم صحاب جديدة، نعرف أكتر عن الدنيا. انتي مش عارفة اللي عنده شنطة جديدة ده هيقدر يسبق كل الولاد ولا لأ، لأن ربنا لما بياخد من حد حاجة بيديله قصادها حاجات تانية كتير. فممكن أنا السنة دي ما عنديش شنطة جديدة، بس عندي ذكاء أكتر، اجتماعي أكتر، الناس بتحبني أكتر، دمي خفيف جدا، بضحك الناس أكتر. فهي لازم تشوف البني آدم بصورته الكاملة، وما تحكمش على البني آدمين بالحاجات. دايما حاولي تقولي لابنك إنه الشنطة، وانتي نفسك حاولي هو ما يحسهاش فيكي، الشنطة البراند لما بتجيبيها غالية مش هي دي اللي بتعملك قيمة، انتي اللي بتعملي قيمة للشنطة، لان الشنطة دي شيء، انتي بني آدم اكرم الخلق. فانتي لابسة شنطة حلوة عشان انتي عاجبك شكل الشنطة، مش عشان هي دي اللي هترفع قيمتك في وسط الناس. مش المكياج اللي بيخليكي جميلة، مش اللبس والشعر اللي بيخليكي جميلة، انتي حبيبتي اللي تزيني اللبس وتزيني التوكة الجديدة، وانتي اللي تعملي قيمة للفستان الجميل. انتي لما تحطي المكياج بيبقى حلو عشان هو عليكي انتي حلو. علموهم ان احنا مش في سباق، اللي بيعيش طول عمره في سباق مع اصحابه في المدرسه ولازم يبقى الاشطر منهم بيعيش طول عمره بيجري، بيعيش طول عمره بينهج، ما بيستمتعش بحاجه، ومهما عملت هتلاقي غيرك اللي بيعلي عليك. اكتر حد لازم اسبقه هو نفسي، ان انا النهارده احسن من نفسي امبارح، انا النهارده اتعلمت حاجات اكتر، انا النهارده اتعرفت على ناس اكتر، انا كان عندي مشكله قدرت اسيطر عليها اكتر. ده المعنى الحقيقي لان انا انسان ناجح. علموا الولاد على دخله المدارس ان التخن والرفع مش حاجة بنضحك عليها، القصر والطول، البياض والسمار، الشعر الكيرلي والشعر المفرود. ربنا لما خلق الجمال خلقه في 1000 صورة. ربنا مش بس قادر يخلق حاجة واحدة حلوة، ربنا قادر يخلق 1000 شكل جميل للحاجة. علشان كده عمل الطويل حلو والقصير حلو والأسمر حلو والأبيض حلو. خلوا الولاد يستمتعوا بالجمال بدل ما يرفضوا الانسان لو اختلف عنهم. لو بنتي رجعت لي قالت لي ان فلانه دي يا ماما كان لبسها مختلف او شكلها مختلف عن الباقيين، انا بقول لها حبيبتي هي ما اسمهاش مختلف، اسمها مميز. البنت دي مميزه بحاجه عندها هي لوحدها. ربنا ادى لكل واحد بصمه في ايده مش زي بقيه البشر. فانا ممكن تكون الاختلاف بتاعي ده حاجه حلوه جدا، نقطه قوه، مش نقطه نضحك بيها على بعض. بنعلم الاطفال الصغيرين ان الكلمه الحلوه زي العسل اللي بيخرج من بق النحله. النحله بتاخد الرحيق بتاع الورد اللي هو اكتر حاجه ريحتها حلوه، تطلع منه حاجه طعمها حلو قوي، فيها شفاء للناس، الناس ترتاح لما تسمعها. الكلمه الوحشه عامله زي قرصه الدبور، قرصه النحله حتى بتوجع،
بتسيب علامة عمرها ما بتروح، بتكسر ما بينك وما بين اللي حواليك حاجة. البني آدم اللي بيقول للناس كلام حلو كتير الناس كتير بتحبه، والله حتى لو كارهينه مع الوقت بتحبه، ما بتقدرش تزعله. انما اللي بيقول للناس كلام وحش كتير الناس بتبعد عنه، بيخسر كتير. انت رايحة المدرسة تتعلمي تكسبي صحاب كتير، مش رايحة تعملي سباق، رايحة تنبسطي، رايحة تشوفي الدنيا. مش اهم حاجة في الدنيا ان انا اطلع من الاوائل، مش اهم حاجة في الدنيا ان انا ابقى احسن من فلان وفلان وفلان. انا لو عشت طول حياتي في الجري والسباق هعيش طول حياتي بنهج لغاية ما اكبر واتجوز، ويبقى لازم تتجوزي قبل فلان، وبعدين اتجوزتي قبل فلانة يبقى لازم تخلفي قبل فلانة، خلفتي يبقى لازم تجيبي البيبي التاني، جبتي البيبي التاني يبقى لازم تجيبوا شقة في المصيف. هتعيشي طول عمرك بتنهجي، مش هتحسي بقيمة ولا لحظة حلوة. اكتر حد محتاجة تسبقيه هو نفسك. ان انا النهاردة اشطر من امبارح، انا النهاردة صلحت حاجة في نفسي او كسبت حاجة جديدة او بقيت مرتاحة واعصابي مرتاحة. اهم من ان الولاد تطلع جايبة درجات نهائية ان الولاد دي تطلع بتنام بالليل مرتاحة، بتبص في المراية حابة نفسها مش كرهاها. انا مش بنقول ما تذاكرش وما نتعلمش، بس الضغط لازم نبقى عارفين ان الضغط مع الولاد له اخر. مش معنى ان انا طلعت معايا 2 دكتوراه ان انا اسعد انسان في الدنيا، او ان التانيين اللي مثلا دخلوا كليات مجموع اقل كتير قوي ان هما ما نجحوش، بالعكس بينجحوا بيبقوا في درجات اعلى كتير جدا يمكن ماديا ومعنويا من ناس تانية جابت الدرجات النهائية. فعلموا ولادكم ان هما يستغلوا الهبات اللي ربنا اداها لهم. صح، في واحد ربنا اداه هبة انه شاطر جدا في الرياضة، في واحد تاني ربنا اداله هبة انه بيجمع ويطرح كويس، واحد تاني انه بيتكلم كويس قدام الناس. استغل اللي انت عندك ايه وانجح بيه، هو ده اللي فعلا هيخليك مرتاح. العين اللي بتقارن ما تعرفش ترضى، واللي ما بيعرفش يرضى ما بيعرفش يفرح، لانه مش حاسس بقيمة حاجة. بنلاقي نفسنا مهما جبنا للولاد الولاد برضو مش مبسوطين، مع ان زمان كنا بنرضى بحاجات اقل بكتير. فياريت كل واحد يبص في ورقته. حتى احنا مع السوشيال ميديا والحاجات دي احنا محتاجين نعرف حقيقة كل بيت. البيوت غير خالص اللي بينزل على الفيسبوك وفي الصور. كلنا بنتجمل في الصور، بننزل احلى ما عندنا، بس كلنا عندنا اللي بيضايقنا في البيوت. كلنا عندنا لحظات تعب زي ما عندنا لحظات فرح، وكلنا محرومين من حاجات على قد برضو ما ربنا بيدينا حاجات. الولاد لازم يتعلموا ان ربنا مدي كل الناس زي بعض، هما 24 قراط. النهاردة ربنا اخد مني حاجة بس هيديني حاجة بدلها. يمكن انا ربنا شايل لي مفاجأة كبيرة ماخدتهاش النهاردة، بس يمكن بعد 2 3 سنة 2 يحوشها لي تبقى هدية اكبر واكبر اخدها. دايما بنقول كده للاطفال عشان مفيش طفل يحس ان هو اقل من طفل ابدا.